مواكبة إعلامية تحليلية وخبرية تنطلق من العناوين البارزة لتتعمق في الملفات الساخنة. أزمات، حروب، محاور وأقطاب، عالم متقلب، ملفات متداخلة، وإعلام يراقب ويكشف ويحلل. بالحبر الجديد من الميادين، عند 11 قبل الظهر من كل يوم ستخط قناة الميادين بحبر جديد الخبر كما حصل على أرض الواقع وكما نقل في المنابر الإعلامية وفي الساحات الافتراضية عبر رصد صحف ومواقع عربية وعالمية ومدونات ورقيا وافتراضيا محليا وإقليميا ودوليا. سيكون بالحبر الجديد مساحة تعليق وتحليل وحوار لصحفي الخبر وكاتبي الرأي وسياسي الواقع. بداية ست يارا، أتقدم إليك ولقناة الميادين بالتهاني بهذا البرنامج الجديد الذي يتابع الأحداث وتطوراتها، وأنا واثق بأنه بإذن الله سيكون من أنجح البرامج في هذه المحطة. في الميادين نت اليوم أيضا بالحبر الجديد سيواكب العالم الجديد مع الإعلام الجديد، متابعات وملفات وبيانات على الميادين نت في فقرة يومية تضيء على المضمون وكتاب يتعمقون في مقالاتهم ونصوصهم. دول الخليج وبالذات المملكة العربية السعودية والإمارات لا يمكن أن تخبر للعاهل الأردني عدم إرسال قوات إلى اليمن. في جديد اليوم، مع جديد اليوم وفي حدث اليوم تختصر الميادين الأحداث، تعرضها وتفندها، تناقشها وتنطلق منها لتتعمق في الحدث والملف والقضية. الخبر أولا بأول ويوما بيوم، خلفيات الاختيارات وقراءات لما بين السطور. العالم الجديد بالحبر الجديد.